conserving the planet's species and habitats and the goods and services they provide is central to sustainable development and the Millennium Development Goals. حيثما نقيم وأيا تكن جنسيتنا أو ثقافتنا، نحن جميعا في النهاية موصولون بشبكة الحياة التي تغطي كوكبنا بأسره. التنوع البيولوجي هو تنوع الحياة على الأرض، هو الذي غذانا وكسانا وآوانا منذ آلاف السنين. تربتنا مخصبة ومضبوطة بالكائنات المجهرية والحشرات، والغابات ترشح مياهنا، وأدوية لم تكتشف بعد تختبئ في أنظمة إيكولوجية متنوعة بقدر تنوع الحياة التي في داخلها. ورغم أننا محاطون بالحياة بأعداد لا تحصى من الأشكال، تبقى معرفتنا محدودة. معظم الأجناس لم تكتشف بعد ولا أسماء لها. تنوعها مدهش حقا. الحياة تكيفت مع بيئات في غاية التنوع، من الغابات المطيرة الاستوائية إلى الصحارى القطبية، ومن الأرخبيلات إلى سلاسل الجبال الشاهقة. الحياة في كل مكان، ورغم ذلك ما استغرق نشوؤه مئات ملايين السنين يتلاشى في بضعة أجيال فقط. Biodiversity is not just this abstract concept in halls of science. It's the living underpinning of our lives, and we are all intimately and directly connected to the services and the resources that biodiversity supplies us in our lives. We are reliant on the web of biodiversity for our lives, and I think this is going to be one of the great issues of our era. And I think in 100 or 200 years, when lots of our geopolitical melodramas have been forgotten, I actually think the world is going to judge this moment that we're in now very much on how we grappled with this issue. So it's exciting to be a part of it at the same time. يمثل عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الجهد الدولي الأكثر طموحا حتى يومنا هذا من أجل وضع حد لفقدان الأجناس وتدمير النظام الإيكولوجي. عام 2010 التقت في ناغويا في اليابان 193 دولة طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى رؤساء بلديات وممثلين عن الشعوب الأصلية والمجتمع المدني، واعتمدوا اتفاقية تاريخية بشأن الموارد الجينية، واتفقوا على خطة استراتيجية عالمية تتضمن 20 هدفا ملموسا في مجال التنوع البيولوجي. Nagoya Summit was, I think, a landmark event in the environmental movement and in the biodiversity family. Why? The strategic plan, which has been adopted, 20 ambitious but realistic targets to be achieved by 2020, endorsed by the whole international community. And the UN General Assembly has endorsed this plan as the overarching framework, 10-year framework on biodiversity. It's the first time in the history of the UN that we have an overarching framework for 10 years to be achieved. لكن ورغم ذلك لا يمكن التقليل من حجم التحديات، فحيثما نظرنا نرى أجناسا تتلاشى للأبد، ربما بسرعة تفوق ب1000 مرة معدل الانقراض الطبيعي. 42% من الأجناس البرمائية و40% من أجناس الطيور تعاني تناقصا في أعدادها، فيما 23% من أجناس النباتات مهددة. بسبب الإفراط في صيد الأسماك تراجعت محاصيل الصيد سنويا، وانهار المخزون السمكي بنسبة 14%. نرى أنظمة إيكولوجية بأكملها مكونة من أعداد لا تحصى من الأجناس المترابطة وقد أصيبت بأضرار بالغة الخطورة. ونرى التكلفة البشرية المفجعة الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي، يعتمد مئات ملايين البشر بشكل مباشر على الأنظمة الإيكولوجية المرجانية في غذائهم وموارد رزقهم، غير أن الشعاب المرجانية تتعرض للانبضاض والفناء. الشعوب الفقيرة هي الأكثر عرضة للأذى من فقدان التنوع البيولوجي، لأنها غالبا ما تعتمد مباشرة على موارد الطبيعة. الأكثر خطورة هو أننا نقترب من عدة نقاط حاسمة إيكولوجية. فالأذى الإضافي بحق الأنظمة الإيكولوجية قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة وسريعة وغير قابلة للانعكاس، ومن نتائج إزالة الأشجار والتغير المناخي أن الغابة الأمازونية قد تتحول بشكل مفاجئ إلى سهول سافانا عشلية. الأسباب المباشرة وراء فقدان التنوع البيولوجي معروفة جيدا: التلوث، الإفراط في الاستغلال، ضياع الموائل، الأجناس الغازية، وتغير المناخ. غير أن هناك أيضا أسبابا ثقافية وسياسية واقتصادية ضمنية. فمن خلال التقليل من أهمية التنوع البيولوجي نفرط في الاستهلاك، مستنزفين موارد الطبيعة الثمينة دون أن نتيح لها الوقت الكافي لكي تتجدد. الإعانات المالية الكبيرة والقوانين الضعيفة قادرة على تشجيع السلوك المدمر للبيئة. لم يفت الأوان للتحرك. ما نقوم به في السنوات العشر المقبلة حاسم، ولتجنب نقطة لا عودة لا يمكننا الانتظار. يجب علينا أن نحافظ على الطبيعة من أجل مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل وسلامتها. And it is essential for our food, it is essential for our medicine, it is essential for the air that we breathe, it is essential for the water that we drink. Without biodiversity there can be no life on earth. القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي ولخدمات النظام الإيكولوجي هائلة. الحشرات والطيور تقدم خدمات التلقيح للزراعة، والمستنقعات والغابات تحتجز الكربون وتمنع التآكل وتحمينا من الفيضانات. والتنوع الزراعي يشكل ضمانة في وجه فقدان المحاصيل ويمنع المجاعة. بسبب أهميته الواسعة النطاق يجب إدخال التنوع البيولوجي إلى كافة مستويات الحكومة وقطاعاتها. الحفاظ على التنوع البيولوجي هو أيضا ضروري لإنجاح الجهود الدولية في مجال البيئة. تغير المناخ يتحول إلى أكبر خطر على التنوع البيولوجي، ومن ناحية أخرى منع إزالة الأشجار والحفاظ على التنوع البيولوجي يقويان مرونة الأنظمة الإيكولوجية في مواجهة تأثيرات احترار المناخ والطقس المتطرف. التصحر وتدهور الأراضي يبدأان مع فقدان التنوع البيولوجي الأرضي والمواد العضوية في التربة، وهذا يشكل تهديدا للأمن الغذائي للكثيرين من أفقر سكان العالم. Many food crops like potato, corn, sorghum, wheat and barley, which are now global staples, originated from the drylands. The wealth from our drylands is disappearing fast and quietly. في عالم يزداد تحضرا ستلعب المدن أيضا دورا لا غنى عنه في الحفاظ على الحياة على الأرض، ومع ذلك سكان المدن هم غالبا منفصلون عن الطبيعة. فقد أظهرت دراسة أن أطفالا كثيرين غير قادرين على التعرف على نحلة، مخطئين بينها وبين دبور أو ذبابة، وأن كل جيل يمضي وقتا أقل في الطبيعة. من الضروري إشراك جيل الشباب إن كنا نريد تحقيق أهدافنا. علينا أيضا تجديد العلاقة الروحية والثقافية العميقة التي تربط كافة التقاليد الإنسانية بأراضيها. To catalyze individual action, we must build on the inherent awe and respect that humans have for nature. We must link action on biodiversity to the resulting personal satisfaction it gives us, the awe for nature that reverberates when we have done the right thing. We need lots of people to be ambassadors for biodiversity. We need lots of people to speak to this mission, not just scientists. We need artists and politicians and businessmen and everybody to talk about the ways that what they do interconnect with this mission. من أجل رفع مستوى التوعية والتشجيع على المشاركة، يقوم جان لومير وفريقه برحلة بحرية حول العالم تستغرق 3 أعوام وتهدف لكشف جمال التنوع البيولوجي الرائع وقيمته. وبفضل هذه التوعية الجديدة يمكننا رسم خطة جديدة. تحقيق أهداف العقد لن يتطلب فقط تغييرات فعلية في علاقتنا بالطبيعة، بل أيضا في ممارساتنا الاستهلاكية والإنتاجية. هذا واجبنا تجاه العالم، هذا واجبنا تجاه أنفسنا، فنحن جميعا جزء من شبكة الحياة. Protecting life on Earth is not only the responsibility of the government or the ministry or the agencies in charge of protection of the environment. Protecting biodiversity is the responsibility of each and every citizen on our planet. And it is for this reason that the United Nations General Assembly has declared 2011-2020 as the United Nations Decade on Biodiversity, so as to engage each and every citizen on our planet in protecting life on Earth for the benefit of present and future generations. 私はこの脅威を 災害と同じように人類の英知を結集すれば必ず乗り越えることができると信じています。 So we look forward to working with the international community, the developing world, the developed world, in order to ensure that the bioresources, which are under severe threat from a variety of sources, particularly climate change, are protected and are utilized in a sustainable manner. The coming decade can be a turning point in how humanity values and manages biodiversity. Together, we can build the foundations for a sustainable future.